جو ممكن مبروك حبيبي الف مبروك عليك يا فندم سامر الله مبروك يا سيد الف مبروك يا سيد الف مبروك يا كابتن سيد رائع عالمي الف مبروك الف مبروك يا كابتن سيد حضرتك الله يخليك الحمد لله الحمد لله كده انا عندي بقى استفسار ابن 60 في 70 في الموضوع ده فين اللي هي التارت في مانشستر سيتي في دور الثمانية ما اتحسبتش يعني الفاول ما اتحسبش الفار ما بيجيبش زار طلع له حته الجبنه ايوه بس ما كانش محمد الحنفي بص انا ما كانش محمد الحنفي الماتش ده طيب يا كابتن فاكره هنا كانت الماتش بتاع مانشستر ما اتحسبش صحيح بنتكلم على المعايير طالما مش 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 اللمسه الاخيره او اللعب الاخير ما بتتحسبش طب انت لما انت لما دخلت يا كابتن سيد جاي تسلم علينا ولا على كابتن ناصر بس لا انا قلت اطلع للفار حته الجبنه عشان يكده على الاول سلم ونبارك لك كابتن مش هقوم لا لازم تقوم ده مدير الكوره لا 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 عارف مش هقوم ليه لازم تقوم بص ممكن الكابتن سيد لو سمحت بس القميص ضيق شويه الكاميرا مبروك مبروك حبيبي الف مبروك مبروك انا عادل بوكا سيد بوكا كابتن اقعد فين ترويز تقعد معايا اقعد في اي حته اقعد مكان لا 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 اقعد مكان والله انا كابتن علاء كابتن سيد الفرحه حلوه بصراحه الحمد لله والنهارده كانت الاجواء كانت حلوه قوي في الملعب الحمد لله كان نفسنا نكون مكملين معاكم هنا بصراحه يعني الحمد لله طبعا يمكن بطوله برضو من البطولات اللي عزيزه جدا علينا والمفضله بالتاكيد ويمكن واحده من المشوار الطويل قوي باحداث اللي حصلت فيها وكورونا الاحداث البعد اللي شفناه يعني لكن الحقيقه الواحد دايما بيراهن على طريقه الفكر والشخصيه والطموح اللي عند اللعيبه من اول يوم يعني فالحمد لله رب العالمين منظومه كلها مش 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 فرد فيها منظومه من مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب وجهاز فني ولعيبه وجهاز اداري وعمال تعرف كل واحد بيبقى له دور حتى لو كان صغير ولا حاجه لكن مؤثر جدا في الحته اللي هو فيها وقبل كل ده وده طبعا جمهور يعني طبعا اللفته بتاع مصر المقص النهارده حاجه راقيه جدا بص يعني هي الكره كابتن علاء من ايام حضرتك يعني وايام اللي قبلك واللي قبلك واللي قبلك هي مخلوقه لحاجات كده يمكن التنافس ممكن يبقى موجود في الملعب وموجود بشكل قوي جدا ونفل الاستوديو سيد على فكره لكن لكن الرسائل في الاوقات اللي هي بتبقى انت محتاجها كل بيبقى موجود وحاضر يعني ازيك علاء ازيك كابتن عامل ايه عامل ايه اخبارك الحمد لله تعاشر قال لك المقصه فرق منها 19 نقطه في الدور الاول عشان هو كان ماسك كان فارق والله كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا وكبرنا التحكيم كابتن ناصر عباس مبروك نادي الاهلي مبروك للجميع